الحمد لله على ما أنعم وشكر له على ما ألهم، صلى الله على محمد وسلم. ما زال الحديث موصولا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد وصل بنا الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا فقال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله تعالى. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعجبنا له. ثم ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا أن مات، فعلمنا أن العبد المخير هو صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن أبا بكر كان أعلمنا رضي الله تعالى عنه. في هذا الموقف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويحكي لهم قصة ذاك العبد الذي خير أن يعيش في هذه الحياة الدنيا أو أن ينقطع عمره فيقبل على الآخرة أو يلقى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين من هو العبد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خير عبدا، ويذكرها هكذا نكرة ليست معرفة، ولم يقل إن الله خير العبد يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يبكي بكاء شديدا، فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنه على ما يبكي أبو بكر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الله عبدا فاختار ما عند الله. من هذا العبد؟ لماذا يبكي أبو بكر؟ فما لبث النبي صلى الله عليه وسلم أن مضت فترة وجيزة من حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم فمات. فقالوا: فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو العبد، وأن أبا بكر كان أعلمنا. فيه دلالة على منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وحسن فهمه عن الله وكيفية التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه إشارة إلى مدى التواصل بين أبي بكر ونفس النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما إجماليا لا يعرف له شيء ولم يحدد له معالم، لكن أبي بكر فهم أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى أي نفس كانت هذه النفس الأبية، نفس أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأي نفس هذه التي أدركت هذه الكلمات التي لا يفهم في منها شيء إلا إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم من يستمع إليه بأن ثمة عبدا خير فاختار ما عند الله. فيه إشارة إلى حسن الفهم عن الله، فيه إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان أذكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أطهرهم قلبا وأصدقهم نفسا رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، وفي مرة من المرات شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يلقي نظرة من وراء الستر على هذه اللبنة، التي وضعها صلى الله عليه وسلم في صرح الأنبياء الشامخ، ففتح صلى الله عليه وسلم الستار من حجرة عائشة، فرآه الناس أمامهم صلى الله عليه وسلم أو بجوارهم، وتبسم صلى الله عليه وسلم. ثم إذا بأبي بكر يريد أن يرجع القهقرة، أن يعود إلى الخلف، أن ينكس على عقبيه ليلتئم الصف ويصلي بهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يتقدم وأشار إليهم، أن أتموا صلاتكم، فأتم أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصلاة. فيه بيان حسن أدب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم صلاته، بل علم أن هذا المقام لا يصلح أن يكون فيه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فأراد أن يرجع القهقرة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسكته، ويشير إليه أن المقام مقامك، وأن هذه مكانتك، وأن تلك منزلتك التي شرفك الله تعالى بها. قد كانت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحملانه، فأرخى الستر صلى الله عليه وسلم وعاد إلى حجرة عائشة. فيه دليل على حسن أدب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفيه إشارة إلى احترام الإمام الراتب، وفيه تربية للنفس على أن تعرف قدرها وأن تلزم حدودها، فمهما وصل التلميذ فهو في النهاية تلميذ، فليعرف مقام المعلم، خصوصا إذا كان هو صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم فاضطرب المسلمون، فبعضهم لم يستطع التكلم، والبعض الآخر شرد ذهنه، والبعض الثالث لم يستطع أن يفعل شيئا. فمنهم من أنكر الموت وقال لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب لربه وهو راجع، ولا يقطعن صلى الله عليه وسلم أرجل وأيدي رجال يزعمون أنه مات صلى الله عليه وسلم، ولو سمعت أحدا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربنه بالسيف. وكان أبو بكر بأعالي المدينة، فجاء فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فدخل وكشف عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وقبله،
وقال بأبي أنت يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أي طابت حياتك وطاب موتك. ثم خرج رضي الله تعالى عنه إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه وقال: أيها المتحدث، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، على رسلك، يعني انتظر لا تتكلم. ثم توجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى مواجهة الأمة بهذه الكلمات: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فحينئذ سمع نشيد للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. والنشيد هو بكاء القلب كما يتنهد الطفل ولا يحدث صوتا. فلم يستطع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتمالكوا أنفسهم ولا أن يحكموا زمام أمورهم، بل إذا بهم رضي الله تعالى عنهم يبكون هذا البكاء الشديد، لكن ليس بكاء العين، إنه بكاء القلب على مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دلالة على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان مختلفا، فمع حبه الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم وما تعلقه به صلى الله عليه وسلم ومزيد عنايته ومحبته له، إلا أنه رضي الله تعالى عنه استطاع أن يحكم ذاته، استطاع أن يحكم ذاته وأن يلزم نفسه بتعليم القرآن. الأمر الثاني فيه دلالة على حسن فقهه وحسن استنباطه وجميل اختياره لآيات الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم. فبين رضي الله تعالى عنه حسن الاستنباط من كتاب الله تعالى على هذه الحادثة والفاجعة التي فوجعت بها قلوب المؤمنين. ثم إذا به كذلك درس تربوي مهم للأمة، وهو الثبات وقت المصائب، الثبات وقت المصائب. فأعظم مصيبة هي انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم مصيبة أن يفارق جسد النبي الجسد الشريف صلى الله عليه وسلم ظهر الأرض ليكون في باطنها، بعدما كانت الدنيا كلها تسعد بخطواته صلى الله عليه وسلم، بعدما كان كل ما حوله صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى لقياه وإلى رؤيته وإلى لمسه وإلى الاستماع لكلماته صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على أن أعظم الصحابة رضي الله تعالى عنه هو أبو بكر، إذ كان مرابطا ثابتا
وقت حدوث هذه الزلزلة القوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، صلى الله على معلم الناس الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا